السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم من القلب. يازين هالكلام اللي يطلع من القلب، ويازين هالشخص اللي دائما كلامه من قلبه، نحبه ونعزه ونغليه. ليش؟ لأنه يحبنا ويهتم فينا وكذلك يحرص علينا، فدائما ما يحب يجرحنا، ولكن نقول كلامه من قلبه مغلف هذه الكلمة بالحب وبالحرص وبالاهتمام، فتدخل قلوبنا مباشرة فيحدث هذا التغيير في حياة الإنسان. كما قيل رب كلمة غيرت حياة إنسان. يازين هالكلمة هذا، ويازين هالقلب، ويازين هالشخص اللي فعلا تعاملنا معاه في رمضان، ويازين هالشخص اللي كنت أنت اللي تتعامل مع الآخرين بهذا القلب النظيف، هذا القلب الجميل، هذا القلب الطيب اللي من خلاله الناس تحبه. لأن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن في الجسم لمضغة، إن صلحت صلح سائر الجسد، وإن فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. فحلو في رمضان أن الواحد فعلا يفكر في قلبه، يغسله، ينظفه، يحسنه، يوخر الشوائب اللي فيه، اللي كانت طول مدار السنة من مواقف السلبية، من السلبيين، من التفكير السلبي، من الهم، من المشاعر اللي ما منها يعني فائدة على الإنسان، من ضيقة، من قلق، من خوف. هالأمور كلها قاعد تخلي القلب أسود، ومرات واحد انقطاع عن الله سبحانه وتعالى، يبتعد عنه، لا يعني لا يصلي حق صلاة، ولا يرفع يدينا للدعاء، ولا حتى يعني يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فيصير هذا القلب اللين الطيب الجميل إلى صخر قاسي، فلا يستطيع أنه يتعامل مع الآخرين. ففي رمضان فرصة أن الواحد يسوي يحسن من قلبه، يغسله، ينظفه، يجمله، هذا هو المطلوب في رمضان. حلقة أمس كنا نتكلم عن موضوع وايد مهم، ألا وهو الدعاء في رمضان. مثل ما رمضان شهر القرآن، أيضا شهر الدعاء. ادعوا الله سبحانه وتعالى يستجيب لكم، ادعوني أستجب لكم، ادعوني بس ادعوني، ها بس الله سبحانه وتعالى يبيكم أنكم ترفعون يدينكم. فكم واحد فينا في رمضان فعلا يرفع يدين الله سبحانه وتعالى، فيشتكي ويفضفض ويقول اللي عنده، يعني يتكلم مع الله سبحانه وتعالى، يعني بأي لغة تكلم، حتى لو بالكويتي قول، لكن الله سبحانه وتعالى يبي منك أنه تفضفض له وتقول له، مع أنه هو أعلم ما في قلبك. مرات يصل لنا نوع من يعني ربطة للسان سبحان الله، من الأشياء اللي داخل قلبنا ما نقدر نوصفها بالكلام، حتى ما عندنا ذاك الكلمة اللي تعبر. فربي سبحانه يعلم ما في قلبك، إلا أنه هو يبي منك يسمعك. قول له يا ربي، يا رب أنت أعلم ما في قلبي، يعني حتى لو أنت بتقول منت قادر تقول، منت قادر أنك توصف. فادعوا الله سبحانه وتعالى، رفعوا يدينكم لله سبحانه وتعالى. أمس ختمنا في قصة أو نص القصة، حق قصة هذا الشاب اللي كان يتمشى في الغابة، وهذا الشخص كان قاعد يعني يتمشى وشاف جسم نوعا ما فيه فضول، فقاعد يتعبث فيه، يشوف شنو هذا الشيء، خشب على ما أدري إيش. فوهو قاعد يقلب هذا الجسم الغريب، طلعت له حية وقرصته بإيده، وكانت هذه الحية سامة. فبدأ هذا الشخص يصارع نفسه الآن، يصارع هذا السم، فيبدأ يحس بهذا السم يدخل في جسمه، فيبدأ الحرقان، ويبدأ الألم، ويبدأ أنه يحس أن إيده تألمه شوية، بعدين لا والله الألم يزيد، بعدين حتى وقفت اليد عن الحركة، فانشلت اليد الأخرى، فسقط على الأرض لأنه شلت ريلة بسبب هذا السم، حتى أنه وصل لمرحلة أنه يرى الدنيا تظلم في عينه، ففقد البصر، يعني لا يتحرك ولا يرى. شوي يبي يحاول ينادي، يبي يحاول كذا، يبدأ لسانه يكون ثقيل، حتى وصل مرحلة أنه لا يستطيع أن يتكلم. فتخيلوا شخص طايح في الغابة، لا يتحرك ولا أنه يرى ولا أنه يعني يتكلم، فقط يسمع. في مرور واحد من الأشخاص شافه وفحصه، لقى أنه فيه نبض فعلا، ودا حق الطبيب. لما فحص الطبيب قال له، يبه ولدكم أو الشخص هذا عايش وتمام، قلبه ينبض لكنه لا يتحرك ولا يسمع ولا يعني يرى. خلونا نطلع هذا الفاصل الصغير، نرجع نكمل المواصل. شهر رمضان شهر القرآن، الناس تتنافس عليه. تدري أن في القرآن أكثر من 321 ألف حرف، والله سبحانه وتعالى يضاعف فيه من الأجر 700 ضعف، يعني فيه من الحسنات 2,248,000,000 حسنة، والله سبحانه وتعالى كريم.
رب سبحانه عطانا رمضان فيه خير وفيه جوائز كثيرة. تدرنا في رمضان عندك 30 دعوة مستجابة، توقع ويا ترى شنو أمنياتك، شنو الفضفضة اللي في قلبك، حطها في دعوتك وربي يستجيبها لك بإذن الله. رجعنا معاكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل القصير، وموضوع حلقتنا اليوم وايد مهم. حياة كل واحد فينا تعتمد على هذا السلاح اللي عنده ربي سبحانه أعطاك إياه، حاول أنك تستغله في كل وقت وفي كل حين، ألا وهو الدعاء. الدعاء في رمضان عجيب وغير، والدعاء في كل الأحيان ربي سبحانه يسمعك في كل وقت وفي كل حين. ربي سبحانه يعلم ما في نفسك ويعلم ما في قلبك ويعلم وضعك، لكن عليك أنك فقط ترفع يدينك، لأن ربي سبحانه يحب الواحد اللي يلح عليه، يحب الواحد اللي يدعيه، يحب الواحد أنه يشتاق حق صوته فيرفع يدينه ويشتكي لله سبحانه وتعالى، أو يفضفض أو يطلب، لأن ربي سبحانه كريم يسمع، هو السميع، يسمعك ها يعني بكل ما تبي قول اللي عندك كله. فربي سبحانه كريم بكرمه ورحمته ولطفه أنه يسمع البشر في دعائهم، لكن في بعضنا وفي بعض الناس قلبهم حجر، قلبهم صخر، ما يتكلم ولا يرفع يدينا لله سبحانه وتعالى، بل أنه يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. قبل أن نطلع الفاصل كنا قاعد نتكلم عن قصة هذا الشاب اللي قرص تحية وفعلا يعني فقد فيها الحركة وفقد فيها الكلام وفقد فيه البصر، فقط أنه يسمع. ففعلا ودوه حق الطبيب، وهذا الطبيب قال لي ولدكم ما راح يتحرك ولا يتكلم ولا راح يشوف، فقط يسمع، يعني حاولوا أنه يعني يسوي له حركات معينة، أصوات معينة، لكن دون استجابة. فظنوا أنه خلاص حتى السمع راح عليهم. فهذا الشخص ظل في هذا الفراش، قاعد طريح الفراش، تخيلوا فيت زوجته وقاموا يعني يخدمونه ويشيلونه يحطونه يغسلونه يوكلونه، إلى أن صار فترة معينة من الزمن ما يقارب 6 أشهر هم على هذه الحالة، حتى خلاص وصل فيهم الكيل حد، على قولتهم وصلوا حدهم وطفشوا. قالوا يا أخي لمتى احنا قاعدين نراعي هذا العليل اللي لا يتحرك ولا يسمع ولا يتكلم ولا شيء، ما منه فايدة. ففعلا بدأت امرأته زوجته تقول له كلام سيء، فتبدأ تتكلم بالسوء عنه حق أقربائها اللي يسأل عنه، يقولهم يعني واحدة من صديقاتها جت تزورها فسألتها قالت لها شلونكم شلون أبو فلان، فقالت لها يا أختي يعني هذا أبو فلان لا هو ميت نورثه ولا هو حي فيقو يعني بقوته ننتفع فيه، يعني لا هو كذي ولا هو كذي، يعني خلاص طفحنا ملينا. لكن هذا الشخص يقول في نفسه يعني شوفوا الوضع اللي هو فيه الحين داخلي، هو قاعد يسمع هذه الأمور كلها بس ما يقدر يرد ولا يقدر يشوف ولا يقدر يتحرك. فقاعد يقول داخله بينه وبين نفسه، يقول يعني تي أيام أكون حدي شبعان فيوكلوني غصب، وتي أيام أكون حدي يعني شبعان من ما بي ماي خلاص راوي يشربوني ماي، وتي أيام أكون حدي يوعان فما يوكلوني، ويدي يوم يكون في حدي عطشان ما يسقوني من الماء. فتخيلوا هذا وضع الإنسان اللي ما يقدر يتصرف ولا يقدر يتكلم مع الآخرين. فقعد على ما يقارب السنة كاملة على هذا الوضع. ففي يوم من الأيام وداخله هذه القصة وهذه الآلام تيلة من كل صوب، بل ألم القلب وألم السمع اللي سمعه من الكلمات بل هو أعظم وأكبر من ألم اللي فيه من سبب سم هذه الحية. فقعد يقول داخله بينه وبين نفسه يقول يا ربي أنت الشافي المعافي، أنت يا ربي عطني الصحة والعافية، يا رب أنت بيدك النجاة وبيدك هذه العافية. فعلا دعا الله سبحانه وتعالى بقلب صادق، فبدأ بعد فترة يتحرك، بدأ لا شوي ها يبدأ لسانه يتحرك شوي، لا والله قام يقدر يقوم، ما حس إنه يعني حس إنه هو حلمان إنه هو قاعد يتحرك. ففعلا قام يتحرك قام يقوم، وكان الدنيا ظلمة، كان ليل، ما كان عندهم يعني مصابيح وليتات مثلنا. ففعلا قام حسنا قام يلمس الطوفة قام يتحرك فرحان مستغرب شلون أنا قمت بصحتي وعافيتي، فظن أنه ما يشوفه. فعلا وهو قاعد يمشي فدعم الباب فسقط الباب، وهو سقط وشاف الناس والناس شافته، فبدعوة خالصة من قلبه تغير حال هذا الإنسان. ففعلا تغيرت حياته بشكل كبير. فما بالكم إحنا لو نرفع يدينا ونطلب الله سبحانه وتعالى باللي نبيه ونشكيله باللي نبيه، تتوقعون ربي سبحانه راح يردك خالي اليدين؟ أبدا، لأنه هو الكريم الرحيم السميع. خلونا نشوفكم
في حلقة جديدة ومع السلامة.